إيه؟ هذا شوفه ما أعرف إذا تقدر تقرأ. واضح. بس ما أقدر أقرأ. إيه؟ هذا الجدول يبين أن الحشد الشعبي كانت ميزانيته 3.5 تريليون في عام 2023. بلي. زيدو 4.1 تريليون صار 3.9 تريليون في عام 2024 ميزانية الحالية اللي صدق عليها. المديونية يسموها مديونية مو دفعات إلى أقليم كردستان كانت 4.1 تريليون في 2023 هسه صارت 1.2 تريليون. يعني الحشد الشعبي في عام 2024 ياخذ 325% بقت 6 ملايين كردي. اوف. مو هذه كلها انت يعني ياهو تسكت عليها امريكا على شنو تسكت؟ هاي تسكت على هاي ما تنسكت على دي. هاي اللي خلت الخارجية الأمريكية تحكي؟ لا يعني جزء من يعني اكو نظام سياسي الى ما هم صار حديث على الحشد، حشد وميزانيته وعملية طبعا اكيد. مع انه هي ما سمت فصائل، ما قبلت تقول فصائل، قالت حشد. منو حليف امريكا في العراق؟ مفروض غير الحكومه الاطار وكردستان. الحليف الحقيقي للامريكان هم الكرد. صح، خلينا نكون واقعين. صح، حتى بافي الطلبان يجي لواشنطن. زين زين، انت تتعدى على حلفاء الامريكان، تقطع رزق الشركات الاجنبيه، تكسر المطاعم الامريكيه، تجيب شركات صينيه تعتبر يعني من اعداء او من خارجين مناوئين امريكا، تدفع ميزانيه ضخمه الى الميليشيا. هذا الحشد باربع ميليشيات محطوطه على الارهاب. يعني هل انت تقدر هسه تدفع، يقدر اي شخص أو أي حكومة بالعالم تدفع فلوس علناً للإرهاب؟ لا طبعاً. بس الحكومة العراقية. أي بس سيقول لك الحشد شكل والفصائل شكل ثاني. هسه هي ضمن يعني كذا حزب الله بدأ يستلمون راتب من الحشد؟ إحنا قشامر؟ حشاك. زين؟ العصاب بدأ يستلمون؟ عصاب بس حكومة مو؟ بس هم على لائحة العصاب.